السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأه مجاي محمد حاج نور أبوكر وأه قدوميها يعني جديدة يعني نيجر فورس ما أنت كلهم كانوا حكي حساب سنيا يعني كلهم دعات واي يعني قرآن أرجس مركا يعني مرحرة يعني قرآن يعني سو صعد جري قرآن كاسا ما أنت كتمدوا هنا تلاه كران نقدو إيو رمضان سو دوينتيز مر إن شاء الله إلى خير هنون كديكو إلى القرآن كي أن أرجع سنة إلى هر سجاب الله هنون كديكو مر كأرنتان تاسك حساب سنتا إن شاء الله كل يكون بدي يو القرآن كا أرجع سنة كبات يكون بوين عن إنجران أو فائدة أو رمضان كا يو فائدة كوميونيتي كله وحسن حضران كل إن شاء الله إلى خير هنون كديكو. شكرا يا ربي شكرا فاحمضنا نص القرآن شكرا يا ربي شكرا فاحمضنا نص القرآن يا سيد سيد محمد نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ينفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إلهي سبحانه وتعالى لأنفع بلان أهدام عن إنساته وبالبركة يسموه وإلهي سبحانه وتعالى توضل لكوي سألته بلان مينو كيابة دبرم أول عليهم هاين وصنعهم للصومين جيرك معناها جالس كده من جيرك هايسن هايسن مركز دي إلهي سبحانه وتعالى حنظر بها كدير سيني هذا البلان عرص هكدير ما يلفلت إني هذا البلان أصفيد على صوم طول الفلان خير وبالقرآن قال هتجي وإلهي سبحانه وتعالى قرآن شيء ما يكاري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلهي سبحانه وتعالى همين بك كجبت بالله ليلة القدر خير من ألف شهر واقف جالس كم في كم اللي فري بلا بركة إني اللي كتابنا إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر ما إني كشيء سيد قدر إني كشيء مهاجرين يا أنصار إيوه والذين جاءوا من بعدهم ومن الجنة ما رأي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلهي أنطاف قل إيوه ذلك سبقونا بالإيمان إيمان كما الهضر ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلهي يوم أمغالي على إلهنا غل إيوه وماتي إيوه ولا لك أن ينقام صورت الله نقول عليه الصلاة والسلام لنا تقول كتاب رؤى شعبان عماش كورونا انقاض الله إلا لما قف عماش الله عليه أبي كنت مش أنتي إيوه كنت مش أنتي كنت أفراني ونصام الله كنت مش أنتي جمعون تكي خميصوني جمعك دراي لكن جمعصوني السبت صوم صورت الله نقول عليه الصلاة والسلام من دي لين جمع شريدي الصوم مركا جانس كان خفايا يسلينا كي برصوم جمالة سبتك الدرون همين كاس إلهي سبحانه وتعالى خرائبه دعا سنفر سلينا كل جرد بجو الله فإلا لغنوي مشحن ومشرك مشرك كيرو لك إلهي شريه ولا إلهي لك ولا إلهي لهي يلا كرسين إلهي سبحانه وتعالى قريش من كريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة شرك إلهي لك إن شرك جنابه وحرم لقمان عليه السلام لقمان مركز أوريدي اللي تبدأ رواية ماري يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شرك المركة إذا من كلمة عن أيوة لكن لك رؤى الشيء اقتلوا قبل اقتلوا وحاسبك أدلنا وراني قلوا كذبي أم ورسما يسدي ما يوالك يا أمورك هاي الحمد لله أطلع فذا ولا إلهي كتسو
الحمد لله لا إن شكرتم لأزيدنكم لكن أولا أولنبرنا إلهيسي حولي إلهيسي عفبانا إلهيسي إني أغير فضيك الطعام الحمد لله اللهم ستر يغير فضيك لكن سبيل يبني فضيك فأصابوا فيها إني أنا جمعها بسهلا بكا أفضل بكا إني أتركوا على أسبوع فيه إني أتركوا على أبا وألوا على أبا أو تهايسوا أموري أبا هدي هذا الوقت يعفيد أبتو إني أغير فضيك أبا أو أبدا فرني oo aan tan raasoo idinkii koowaad sababtoo ah bilaa hor ilaahay ma nideysi bayna fadhay guntigii tan hirto la fadhay aan ka hisaab soo toy ramadaan ka taas oo idinkii deeramay oo la yar qofna ila soo tiisay ka saasa oo taawada idinku tuugti oo dadka ma ay waan abuur ka asa la aad dowla xisaab marka ma la fadhay hor ilaahay ma nideysi in ramadaan ka almarkin al soo toona baan marka fadaa'ij bilaa marka eedan leeyahay sawto amewaa sawto marka ma baahni ilaali san baahni ma ilu kusoomay ambaalo kusoomay fudiga kusoomay gacmoor kusoomay mooy ma ana ma kusoomana raajiga nabad mar ruba saahib inay salaam siyaam illa juu wal adaj nabad mar badana aray dabba kusoomay laakin sawto wal bataran haba al mafhum ever sawto ah sawto dana hadalay sawto dana ayay sawto khiyani wadid sawto harana gudaj kasa ibada lak akbar qofay le faray in ismarka qofna tis ilaali in ismarka adduunka isan aragay tan bay waa qofkumay le faanya markii duada la aqbalaa waa waqti argan ilaahay ko intii soo faray marka ixwaani walba oo la ka buu toona marka bilaan meel ka dhawaayeen aanan halku furwaan ka dhawaaye in bilaan ku faa'iido isudu quraanka in ku faa'iido isudu quraanka la akhriyo hadii quraanka aan akhriin jarna oo quraan kale fara fuhayti balaan ma ilfaday maalinta la mujus quraan ilaahay aqri nabiga kaleey salaam salaameen in sharay quraan ki iyo sonka do maalinta qiyaama yashba aayil al abd yawm al qiyaama jana ma ilaari quraan ka wala macna oo usul shafa yaa walaal al afrid dakhala la dad afrid ajjati ala sari nabnaa jabtana ila al afrid marka ruwaani marka may dambaahanya in aanu balan ku dadaalna oo xirso aanu ku dadaalna oo leeyahay tuugadirso aanu ku dadaalna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayrun nas aur ahabbun nas The best amongst you are those who are the most beneficial to others. Alhamdulillah, this Niagara Falls community is the most beneficial to others. I want to say thank you to all of you for your help, for your support, ongoing help, financially, physically. I thank you for all the effort that you put towards this project. Please everyone put your hands together for everyone who is sitting here in the masjid today. I am very sure that Sheikh Abdul Wahab said whatever need to be said regarding the Ramadan and what should be we doing. So I'm not going to make a big speech. I'm just going to thank you and say a few things. You know, sometime we don't know what we have until we lose something. But we as a Muslim, we know what we have. We know the value of something that we have. We know the value of our iman. We know the value of our deen is so important to us. Unfortunately, last couple of years, we couldn't gather together the way we normally gather together during the Ramadan. So I am so grateful and thankful to Allah Tabarak wa Ta'ala who has blessed us one more time in our lifetime that we can gather again in a normal way, have iftar together. And you know that we have been preparing Masjid Aisha for you. It's been over 2 months that we have been working so hard that you have the best masjid in town. That you feel good when you walk into the masjid and you want to connect yourself with Allah, you feel comfortable in your heart. And you know, so many tourists are going to come and they will look at the masjid. You're not there to tell them what you did for the masjid. But masjid will speak for itself.
People will go back home and they'll say, you know, I went to Niagara Falls, they have the best masjid. The masjid is so clean, the masjid is so prepared, the masjid is so nice, it's a house of Allah. So alhamdulillah, we did everything, whatever it needs to be done to make the masjid presentable. Please put your hand together for all the effort that we do together. The second community and the backbone of the project. You always see my face, but there is so many hands behind me. One of these person is Sheikh Hussain, sitting right next to me. Sheikh Hussain, let me introduce him first, then we clap for him. Sheikh Hussain, he is the best father. His son is sitting on my left side. Best grandfather. Best community member, best leader. Sheikh Hussain is the blessing in this community. I ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to bless him, to bless his grandchildren and grant him more and more and more, that Allah, that at the end he is happy with Allah and Allah is happy with him. All the rest of the people, I don't want to forget anyone, especially Sheikh Abdul Wahab, he's the best imam. I am so happy with him from my heart. I am grateful for his services for this community. Sultan is here, another addition to the community. On top of everything, Sultan himself, now I start to know him. He's actually the best person, has good heart, another addition to the community. Sheikh Hassan is here from the day one. One of the best person, mashallah, may Allah bless him more and bring more barakah in his life. You know, there are so many people here. Ahmed Zia is here. Alvi is the example. Alvi is the example as a volunteer person. I swear I call them 10 times a day, so many times a day. I tell them to come pick up the garbage, to do the work. They never say no. Ali Hadar is sitting here. You know, every time I make an announcement, I put my message in a group. In the Masjid Aisha group, he called me. Put my 1,000 in the group. Put 1,000. He never say I did 3 months ago, I did 5 months ago. No, every time, please put your hand together for Ali Hadar. We all involved in this project. We all working hard. We all doing our best. And I ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to reward us for what we do in this world and next world. My brother sitting here, Abdul Wahid sitting here, you know Abdul Wahid. I don't tell these people we need to do this. They see something and they call me. I say, I saw something in the masjid. You want me to hang it? You want me to clean it? What's the plan? Hassan, he's not here. The guy who did the website is a free website. Hurum, he's upstairs. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. We have, I say this with full confidence, that we have the best community in Niagara Falls, best Muslim community in Niagara Falls. Please put your hands together for yourself. What we're missing in this community, more activities, more programs. I encourage sisters to do their programs in masjid. Make a group, make a halaqa, meet once a week. Be active in the masjid. Utilize the place that we have. You know, here, there, wherever you want to do. And, you know, bring more Quran classes, bring more activities. Inshallah, we will have iftar program in both masajid every single day. Taste of Bombay. Yar Muhammad is not here, but he's there. Yar Muhammad and his wife, may Allah bless them all. He's always there for me. Throughout the construction, you know, 5 people, 6 people, every single day, who will wake up, go to restaurant. He opened his restaurant 5 o'clock. But for us, he will go there 11 o'clock, warm up the food, deliver it to the masjid for the construction people. He never charged a single penny for the masjid. Please put your hand together for Yar Muhammad and Yar Muhammad. And you know, Masjid Aisha making difference in the community. Last time you saw my video, we did 42 shahada under the umbrella of Masjid Aisha alone from the day one. Today I book an appointment with one teacher, high school teacher from St. Catherine. He booked an appointment with me 28th March. He's going to take shahada in Niagara Falls. Another shahada coming. 4 more shahada in line with me.
4 more shahada. And there is so many people are interested to come in masjid, look for more program. We have funeral, we have facility to wash bodies. Whatever we need, we will work and we will bring it. You know, sometimes you promise something and maybe you can do it, maybe you cannot do it. It's a human, you know, you make your effort, but alhamdulillah. Whatever promise we made that we will do in the masjid before Ramadan, alhamdulillah, alhamdulillah, every single thing is done in the masjid. So I don't want to take too much of your time. This is a blessing. What I tell you, enjoy yourself. Enjoy the month of Ramadan. Be happy. Make more friends. Do whatever you want to do. Alhamdulillah, we have been blessed with a great community. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So Ramadan, don't count it like Ramadan is gonna be okay, I'm gonna reach Ramadan and the other Ramadan. No, you have to prepare, like, take advantage of Ramadan by, first he emphasized to clean your heart. Like among the community, each of us, we should forgive each other. Don't carry on our heart any thing toward other brothers and sisters. That's the main thing. And the other thing is, prepare for Ramadan reading the Quran. Like when Ramadan is there, read the Quran every day, even like if you can read a juz or part of it. And because there is many ayahs and many hadiths that talk about the greatness of Ramadan. And Allah in tonight, and he said in 15 of Sha'ban, there is a hadith says in this, Allah will look upon us on tonight, and he will forgive like everybody except two. He said in hadith, the two is the one who associates with Allah, like shirk. Anybody associate with Allah, alhamdulillah, we do not want to associate with Allah. But the second thing is for us as a community, as the people who live together, we have to clear our heart to each other. So the Sheikh was emphasizing on that part and says, okay, as a community we gather tonight, and we have we don't see as much as often, but this is the main thing the Sheikh talked about, and Sheikh, inshallah, in Ramadan. Sheikh Abdussalam, 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 inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند ولا ضد له أين الأين فلا أين ولا مكان ولا جهة له وكيف الكيف فلا كيف ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون walaalayaal waxay soo siiyaanay qiimaha iyo baahida millat walaaltinimada maadaama hunnanii sheegay sheekha aynii kheyr allah siiyo ramadaanka fadliga badan ii sheegay waxay soo siiyaanay in la isyirinaado ama halku yimid la ahaado gacan is wada qabsado faa'iidada iyo lato ilaahay subxaanahu wa tacaala quraashay waxa kale innamal mu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalay mu'miniintu waa walaalo markaad reglayo ilaahay qur-aanku waxaa ku bilaabay inna kelimad inna waxaa la isticmaalaa waxyaaba la adkeeyaao ama dayr iyo ciyaar iyo kafta lagu gorkiyaao aa ilaahay subxaanahu wa tacaala ninki bilaabay muminiintu waa walaalo hayo melinay marka waxaa lagu soo rogay amar faaslixuu bayna akhawaykum wanaajiya dhexdiina wixii ku sugnaaday wanaajiya dhexdiina markii laleeyo waxa waaye waxaa la diidaway in la isxamado in wa la isku sheego in sharabta la isku dhiyo ina mar walba la isku hirinaado
ورنقدم خير الناس أفعل الناس قوان دكي وعسك برياري جياني كميونيتي لان حوجينو إن ازدادارلو قلب قاعد نذكرنو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تبادي ما أنت أوكان أما بسم الله سنة الأعزيز وحن كلهم كلهم دعاية دعاية كلهم حفظة دعاية كلهم كان يعني نهارة الأمري نوصل دعاية وحن نوصل دعاية كل دروح تركية كورونا جو تركية يعني نوصل دعاية من مرة وفراي نوم كلهم تسكير نوصل دعاية من هذا المانش على وقت خير من سؤالي وقت أنت فايلة أو يعني بسيط مشان وقت يسكن فيها تت عمر جل عندها راي تت عمر جل سوي ساواي أو وقت يسي أو يعني مر أسر تركين بادية مر عمر على عندها راي وقت يسي وقت يحصل عندها مر وقت خير لك سؤال لا هني على البرنامج ما في سنة تنقل سماي ولا لي أنا أنا تا وقوف أواني أرام أمتي بدل لي Kesan le seorang, ane mampul ane susunya, kurang lagi selain, karang ane susunya, malah pun karang ke on as asain, pelan tanu kecerti, ina kau pun kurang lagi sembuh. Karang ke betul susun, kita share ahai, satu share kau berkali, super, wahai mahdi. Merti karang ke as asain pelan tanu, pelan pun kau tak ahai deh. Ena oh community orang adem tu sedahat orang kalpurna mereka enam kerja. Mereka amik kas orang pulang orang pulang pelajar orang pelajar ni kalau itu waktu kas rugi itu tu rugi dekat lagi. Itu rugi dari siapa? Amik kas orang pelajar ni orang karang berusur karang kebetul orang suap selane ena pun dia istirum. Wahyo. Tak hati orang usir tanu begitu lagi. Begitu sedih tis, kaharan lagi. Waktu itu demo, yani nengka waktu asal itu demo, enak us arsip biru, tak elok biru. Mana aldas panjang, mak aldas pelawi, aldin masya Allah alhamdulillah, halap kesihatan, rosha sunon, halap fanon, ini kira yang maharis, waris pelik. Tengkal Allah mai. Wahal kalau pelang gadne, ina unji di halmar, ina oh, yani datka, kumisro, familyka, yo kuli jemtah, walidinta, nemu ina kumisro, ayat. Walagas pelang gas kar kuli suhbe, walali arus sama sokatan, ori, walami suhbe, walami suhbe berada. Ramallah di luar afak serok, serakkan di dalam syangke afak serok. Dan masakin ke, ya walsiyai. Dan masakin walsiyai nama itu, kuf o walhais nama, kuf o datuk sujud nama, kuf o walsiyai nama itu, kuf masakin ke, o yani ilahi hal diukio, o yang bisnis syangke itu hayo. Malam ti musim berboh, ukan berus jeep pada waktu Iraq ini ugain, berus kor sokara, ibarat kalau dah ugain, jual siang. Sarat kan afar eva, datkas, yari, walau siang, laki walau siang, bae walau ini kufiran bae, walau siang bae wahai, umum beri, kami sembera ke belah walau, walau ugaran bae ada, enak ni satu ay, war hakikatan tu ada sila ni asbari. Sesuatu yang sangat mudah kita pilih bijak berhaya. Mudah kita fahamkan sembari awal kesto karuan itu tambah lagi. Ia fadilnya orang hati seni. Ia sedang kau ini berbangun diwaran. Jadi betul. Berkali yang bersih mereka. Ambil semua aksi. Wenaga. Sedang kita lagi. Awal kesto wenaga. Kau kumit orang terawal. Ina ambil sebelum istirahat. Wahyo walkestu, orang ibad bayar satakan orang. Satakan dengan gaya katun rapper, mana tuh temper orang yang lekal bayar. Ada apa? Enak semua gaya yang marah. Makwali di dua oksidaya, dilihat sokong hai, dilihat sokong dari dua view, satakan dari dua view, walkestu orang dari dua view. Si adik beri, oh adik mereka adik temper tu, oh kita lah hai, wahyo kita malam pasti kita lah hai. Makarang dia sokong dua oksida, tak.
قال الله وايد كل اي سي كي اس اكي ارن فرات لي واي كل بني يرد ضمن السدوا سومالي ارن داس ادي هذا ما سلطان وهكذا ان جاك جماعه كلي هذا المسيح او كوميونيتي بدك كوي حسن الهي اجر يا سرات الله سيو الهي امر يا الله من نيرايو مالن كستو او اسوات وايد او جاك شغيرو هاي والكستو وراك ولمباهيو ام والكستو صدق له ولمباهيو كو قصوى إلهي غير عسيو أكسيا صدق إلى والتراس صدق إلى إليك بدباده صدق إلى الكوهر مراس نفان سواي إلهي سي القطع تتكاتو على نوب لغوي تقال لما السلطان وأسن آتي آذان كما عسيا ومدان وقاقا يعني أسن اسكيرو هاي وأسن يعني ولي أو فكرتي سيحون عندنا نشان قاقا سلطان سلطان هاد قاقا أعونا قاقا تلاف أعونا درسان بيه فدقانا نيروي ولي تر اتصال ادين شيغو هاي تر اتصال اسلسيا قادان مركا اخي هذا ما ستان وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا يرانا وحن تعصنا الى يوديني السلام افر قضر او مهيم يا عرشي الفضاء ان شاء الله وانا ارام فرحات لي وهاي كل اسلام رجع بحق البحر البوستكاست حتى يعني روني لهاي نعطى العيلة وفرح لهاي لكن نسيب هناك في صداس إطافتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورال إيو والد إيو أصحاب إنتا كوحرا كوميونتي لينا كندا نياغرا فولس أول كندا قرحة نياغرا فولس وحان إينا نشيغي يا إنا يالاني شيرس بشان مارك طوران كيدا شركة وحان كاقها باني arimo badan oo ka mid ah quraan akhrista sadaqada isha ramadaan aan bixino waxaan kaloo ka wada hadalnay qodob cusub ku saabsan sidii aan caawin lahayn dhalinyarada guursanaysa wiil iyo gabarba waxaan isku wada raacnay qodobadan soo socda inaan caawino ama kaalmada kun inaan caawino ama kaalmayno of kasta guursanaya community-deena Canada ku nool Canada dhexdeeda iyo dibadda haddii ka guursanayaan inaan dhaqaale ahaan ku caawino qofka labaad qof kasta anaga naga mid ah oo qaangaar ah oo arday aan ahayn inuu bixiyo $10 oo lagu caawinayo qofka ama qofka guursanaysa qodobka saddexaad labada isguursanaysa hadday Canada dhexdeeda isku guursanayaan mid walba boqolkiiba konton in laga siiyo lacagta community-ga aruuriyey mid walba waxaa la kuwada wiilka iyo gabarta oo isguursanayaan waay qodobka afaraad qofka ama qofka guursanaysa haddii waddan kale guurkooda ka dhacayo lacagta waxaa la siinayaa qofka ama qofka ku nool Canada lacagta baxsadid waxay dhiirigelin u noqonaysaa dhalinyarada adigana ajar ayaad ku heli insha Allah qodobada waxaa isku raacay oo saxiixay kun Sultan Buwe Abdul Buwe Sultanka Bengidiga Sultankeena labo gudoomiyaha guddiga shuurada xasan sheekh cali saddex gudoomiyaha guddiga fulinta maxamed xaaji nuur atani afar maxamed hubin ka mid ah guddiga labada guddi maxamed cabdulla yuunis cabdirasaaq sheekh cali cabdiraxiim iikum xasan miris Abdulqadir Ubay, Mohamed Abdi Abukar, Jilani Babijay, Abdullahi Abukar, Abdullahi Ukur, Abdusalam, Abdurrahim Sheikh, Mustafa Hassan Sheikh, Abukar Melo Abukar, Haid Ismail Haidar, Abdullahi Jama Abukar. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أسد من كيسيت وهذا أساس يهاي وطن وراك كل مبارك كيسيت وحساسا القرريات كل مبارك كيسيت كل واحد أنا كيسيت وكيسيت 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 أسير مكيم سيف وسافر على ملاك بريستين مثلاً أسير محمود القوري أسير بريء أفروي بريستين حسين عبد الله القوري أنيق الدين بس بريستين كيف قوري أنيق الدين أنا بورد كلامه يا أخي أنا أمير بورد إنك تبي فينا أنا كان كبطل 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 أسير سيف وسيف 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 وسيف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مرحبا وهرويتو وهامها تحية بكي طبق عالية ومامها نقشة قيائية من حفلة دانسة لقروح البلد للحالة سلاس أوكالي وهامها تحية كيف سوقي وقالي أجيتي ركيو بالعامة إيو عيال ما تيك نحفوية ولا ريال هدي اسم قياستان حفلة دانسة تدوك الكريم هدي اسم قيلي دان مانتي مفيرو دان هولكا أوكالي إيجابي دان كتير مفتر هولا نحن كمان قطيع قياسنا، بريتك مسهلنا، ميلت على سيرك على فكر، هذا مسيرك عم بري ما في إيشو أهديه، وهذا لازم تسافر، تكشني ما مسيرك إلى أنك تقول لي عربي أو كلام، تقول لي إذا سافر يا مقبل، إذا سافر يا ولد إذا ولد يا قوي، في نفس ساعة مسؤول على مبرك ولد أنا عم أكبر. ساعات ولم يكن يسوع سفر يسوع لكن من كسر سب سلوك لكن سكير سبولا وسكير مساعد كيف لو بيجي قوية كهانة هذا وهاي أيتنا إنه أفضل إن يرى قفل المسلمين أجر كسر البرايا كلاس من كان سوء سلاس أو كله وها أن كان كفر سنا كمونيت غير كل سومالي ما هذا تقول باكستان أو عربي أو سلاس أوكرة يو كتروا يعني كل إسكال أحدنا مسلم من موي هذا سومالي من كوباني مسلم من موي ولا أوكرة فربو هاي البانجا إن أو دكت إسكال أحدنا يسون دواي مسلم من كتروا بنتي أنت أريم آن يعني كفر حسن موي سلا هذا مع عبد الرحمن يوري هسي شيء أنت سنة كستو يلك تلقى المسامي سنة كستو وقتها أوكرة أو شعبان وقتی کفار بدن این لطو عایسی کمونیتی از آن لطو عایسی نه مان ایام کار میکنه ایام یاریم هر بیگی ایام در عام کیس بالاییم کمونیتی کار کدیس آنیس کوریم کاس نفتی سعی ور بدن مفایدی بدن مکا خروج کام ساس و کار اینجوری سرعت کل دنیای عمر جای دنیو اینای رو هم که مهریانه کرونی یهیرنگ اسلوبی تا سامان دیگری سوت کمونیتی آنیس کوریم تکر نمال که هر که مهاجری کمی هم که تکه مقالیه، لکی مسایدی که فروشکه و اسب فرینای یا کمون تیوبا، هدی آن که مهاجریان. عرب تان و آن عریان، حال مسایدی در لحاظ گیک فوکر لامایان. و همین کوتی هند فوکر برانگ مونهالی. ابنی های سر مال، پایی، ولی مفاهیم سوپسون. هر دو قوم هم ولی لام سر دهارو سر دیزی، میلام دو قوم. مرکا، ولی هنگ عرب تان. Adik lelaki tu faham tu bahaya, ina yang sih faham tu orang tu khusyuk. Mungkin kalau lelaki tu di sini ada operasan, ada orang arga asal ni ada. Kalau imagine hal ni dengan Islami, atau Islami dengan kalau entah siapa pun itu, ulama ni salah pun ada. Jadi macam ni kita faham. Maka tafsir tu harus selama tu orang sahaja tu faham. Harap orang yang kawal betul ni, hari tak malu kan hari tu terbuli orang hari ni khusyuk. Harap tu bahaya, ya sih kan. Kembali, ada di mukawin air awal ini. Afrika akan awal juga. Maka of course to ehir itu si oh ehir mengenai. Untuk hasil omaran terdekat abah ada terkait ilai wahal kiala yang kumjar uski nampawa. Maka terkait hal kuat kalau itu ada di kita. Ada yang buruk kata oh hari hari ini jadi ko ambil dari hari ini si kagai. Buruk kalau hari ini arah lain yang lain oh teringat pada bulan. Wahabu tiada ni kan kalinya lagi eh, apa khabar tak kalinya tu eh? Ina ini waktu merkut ini punya air itu hari merkut dah ini guru sekarang khasap oleh wahabu ani loh guru. Maka hati orang share punya awal barang, berover dulu. Nego kontrol dor ni orang kan yang guru sila, umur ini ni maksudnya guru sila awal kan ada siapa? Wahabu lahnya intas siri syarikat ini, air ini, oh budi ini itu ini dia ni, tuh pun hal ini kerai. Ya, ada nak rasa. Of course tu pun bahana itu kalinya re eh, insaf ni kami. Hadi win ayu dia hadi gelar atau tak? Mana tu salah hadi sisi. Contoh mulut gelar kau ni ada posisi itu. Abu kena tu gelar, bukan kurang itu. Hadi ini betul tu kita tu. Guru sendiri,
oo bili ama kambaal aan leeyahay ayaa kambaal ay leeyahay ama Soomaali ama wadanka kale ee Carabta ama dadka Muslimiinta ee dadka gabadhaas oo hawaa in la caawiyo sidaas oo kale wiilkeen sidaas oo kale in la caawiyo sidaa maxamed oo sheegay qodobka oo dhahay qodobkii kontrol ee siyaasiga maxamed iyo hawaa gabadhteen inta roobka wiilkeen inta roobka labadiyo xafladda suubsanaya maadaama labadiyo inta istiigooda xafladda suubsanaya iyo waxaad iska raacay boqolkii konton gabadha in la siiyo boqolkii konton wiilka la siiyo laakiin haddii gabadha nin ee jiro kambaal ama soomaali ama meel kale jiro toos walaal toos ayaa la siiya haddii wiilka saas oo kale bannaanka ku guursado saas oo kale waa ayaa la siiya marka saasaa dadka iska raacay bilaaw waay tahay bilaaw waay waana runtii walaal ku dhisoo guri waay guri waay nin haddii hebel iyo hebel la dhaawmaan sidii geelihii oo kale ayaa iyana guurka la arkay ninka maalintii soo guursadaas la lacaabiyo si aan atleast ku fowlaan waxaa la qiyaasiya 3,000 to 4,000 ilaa lacagta lacagta madiinadu ku qaban jirin marka inka yar tikitka ku aadaa marka inka yar tikit iska baxa ka nagaraa oo ku aadaa haddii kale waa intaas ku badan laga leeyahay maalinta ku guurtu sii badanoo inta uu sii badanoona beesada la sii badanaa marka taasna aragnay in inta walaalka ay ama gabadh walaashay ay ku qaad wado hay bil-aanka runtii iskaal mooyaa haddaba bil-aanka iskaal mooyo oo maalintii wada jiro qof walba walaa issaareen suubiyo iraado laakiin meel kurtiya waa ku jirna ununa marka kadayneen bil-aankii hortaagnimo bilaabo iskaal mooyaa ninka ka talagalay haddii bil-aankii oo iskaal mooyo oo usiqiin qolku leen isku ogaado usan waxaa qabanay oo salaad oo kalka talagalay walaal halkanaha mila waayaan marka insha allah arrintaasna si niyad ah halka dhigo nin kasta owlaada leya deeb nin kasta ninkii owlaadiis hore i guursitina ajara ku helo ninkii kalena haddaba usu owlaaday waa qaaraa laysa kaalmooysan waa kan ma ah kii qaaraa kii la aruuriya meel waa dhigaay maalintaas guurka hooy yaa la mid kale la aruuriya wali nin hal ayaa la isiiya bana haddaba markii guurka hooy dhammaan sida qaaraa kan amal lacag bayna dhigaa la aruuriya oo meel maalinta suuqa booya walaaga la isku diya marka aad ahaan sida kamaa ku soo gaaray hadii oo bin aad ah hadii dalaya dalinyarada hadii oo yaa shee kulli lama jiraadiya ahaan sida habladii waxa malaya in aad ka dhamaati salaad aad wa erba ta ku shaha ku diya kamaa ku hawaay baa shee ka adiga aan ka qabo bilay ko fi salaam alaykum شكراً فاحمضنا نص القرآن شكراً يا ربي شكراً فاحمضنا نص القرآن يا سيد محمد